نروح بقى لكرة السلة. الفريق الأول لكرة السلة سيدات حقق فوز على هليوبلس بنتيجة 91-38 في منافسات الدور النهائي لبطولة منطقة القاهرة، وكان الأهلي حقق الفوز أمس على مصر التأمين في أول جولات البطولة بنتيجة 71-35. واسعى الأهلي طبعا للتتويج باللقب هذا الموسم، طبعا ده كالعادة النادي الأهلي في كل البطولات بياخدها يعني. خلينا نشوف بقى تصريحات لاعبات الأهلي بعد نهاية اللقاءات ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا. أكيد فوز مهم جدا، هليوبلس فرقة قوية جدا، أول مرة نلعبهم السنة دي، فيعني هما الماتش الأول كان مأزم طبعا، برضو يعني بنلعب الماتش بدري مش في الميعاد اللي احنا متعودين عليه، فالأول كان الماتش جامد بس الحمد لله قدرنا يعني نفرض شخصيتنا عليهم. احنا عندنا ماتش الشمس هيكون في نادي الأهلي إن شاء الله الماتش اللي جاي، بس احنا باصين أكتر لماتش الجزيرة، يعني الماتش ده يبقى ان شاء الله يعني على المركز الأول، فالجزيرة فرقة محترمة جدا لسه آخر مرة مقابلينهم في السوبر. ممكن أقول كابتن طارق يعني بيمرنا بيجهزنا لمباراة الجزيرة من دلوقتي، بنحاول في كل الماتشات عامة نلعب بشخصية النادي الأهلي، مالناش دعوة احنا بنلاعب مين عشان نجهز يعني المهم فالأهم. وفي أول الماتش يعني السكور كان 19-19 الكوارتر الأولاني، كنا لسه يعني الفرقة كانت الصراحة بتفوق، ومجرد ما احنا فوقنا احنا خليناهم نجيبوا نقطة واحدة أصلا في الكوارتر التاني كله، فده يعني كان بداية إن احنا بدأنا نمسك الجيم، والحمد لله فضلنا يعني مكملين على كده. إن شاء الله نوعده بكل البطولات إن شاء الله السنة دي، المنطقة وبطولة كأس مصر والدوري إن شاء الله يعني إن شاء الله. احنا بدأنا الجيم حصل دروب كده، بس عرفنا في التايم اوت كوتش اخد تايم اوت وعرفنا ايه غلطاتنا بس، وعوضنا كده وعملنا الحاجات اللي كانت ناقصانا، فعشان كده السكور فرق الحمد لله. كده يعني وسط اهلك ولو في جماهير هتيجي فبيسبورت اكتر يعني، وحلقتنا كده كان بتمرن عليها، فان شاء الله يعني الماتش الجاي بتاعنا والماتش بتاع يوم الاحد برضو لينا وناخد البطوله. كده بنوعدهم ان كل البطولات الجايه للنادي الاهلي وليهم قبل ما تكون لينا، وان شاء الله نفرحهم ونعوضهم عن البطوله المرتبط ان شاء الله. حتى انا عشان انا صغيره يعني فبيسبورت، بيكلمني قبل الجيم بيسبورت يعني قبل الجيم، والعبي كويس ما تخافيش ليكي فرصة إن شاء الله، وخدي من خبرات الناس اللي جنبك عشان أكبر منك. زي ما حضراتكم شفتوا طبعا فريق كرة السلة سيدات بيفوز فوز كبير، ولاعيبة فريق كرة السلة سيدات بيتكلموا كلهم نجوم، يعني الصغير والكبير فيهم كلهم نجوم.